أصوات الشبكة وتحدثنا فيها تاتيانا الخوري اليوم عن صور أثارت ضجة كبيرة في مصر. مساء الخير تاتيانا، ما سر هذه الصور؟ مساء النور. بالفعل عبد الحكيم، لعلك تتذكر صور الرئيس أو صورة الرئيس مبارك التي نشرتها صحيفة الأهرام في 14 من سبتمبر 2010، وكان الرئيس مبارك يظهر فيها متقدما عدة رؤساء دول، لكن سرعان ما تبين أن الصورة كانت مفبركة وأن الصورة الأصلية تظهر تقدم الرئيس أوباما. في ذلك الوقت قالت صحيفة الأهرام إن الصورة كانت تعبيرية، وكنا نظن عبد الحكيم أن مثل هذه الصور التي خضعت لتعديل على برنامج فوتوشوب باتت بعد الثورة جزءا من الماضي، لكن صورا نشرتها صحيفة اليوم السابع في 17 من أكتوبر أعادت إلى الذاكرة سياسة الفوتوشوب في نقل الخبر. صور كان من المفترض أن تظهر مناورات لوحدات الجيش الميداني الثاني المصري في قناة السويس. مروى راشد مصممة جرافيك مصرية تفند لنا اليوم عبر الويب كام ما تم التلاعب به في صور مناورات الجيش المصري، فلنستمع إلى شهادتها من القاهرة. مشكلة الصور دي ان الفوتوشوب باين فيها جدا. صورة المركبة اللي هي راكبينها دي فيها نفس الاشخاص بنفس العدد بنفس الزوايا نفس الوضعية، يعني مثلا تاني راجل على اليمين ده واخد نفس البوز نفس الوقفة في كل حتة، حتى اصلا كمان في الرقم 3 و4 من اليمين بالعرض شوية الراجل باين قوي ان القص في الشخص ده مش شخص طبيعي، باين ان هو في حتة ناقصة مقطوعة منه، يعني باين قوي ان هي متركبة بس طريقة حتى مش احترافية، يعني الدخان اللي ورا ده مش طبيعي بالمرة، وباين قوي ان هو متركب على الصور. افكت الدخان ده بيبقى لير بيتعمل اكيد هيبوظ الاضاءة بتاعت الصورة. هو هنا في الصورة التانية الراجل اللي واقف فوق ده كان واقف طبيعي جدا، ما فيش اي دخان حواليه والدخان بس موجود على الناحية الشمال. في الصورة اللي من تحت الراجل ده اتحط عليه التأثير بتاع الدخان ده اللي هو باين ان هو فوتوشوب جدا، الراجل برضو واقف بس متغطي عليه. استحالة طبعا اي بني ادم مهما كان ان هو يبقى فيه الفرقعة اللي حواليه ده ويفضل واقف كده مكانه ما بيتحركش وما بيعملش اي حاجة. يعني الشيء المسطح اللي تحت الراجل اللي واقف ده سهل جدا اصلا ان انا اقص اي حتة من الصورة من السماء او من الارض واكمل بيها اي جزء من الارض او في السماء، يعني اصلا دي بتتسمى ترقيع الصورة مش حاجة صعبة. يعني الصورة اللي تحتها المراكب اللي قدام كالعادة التركيز فيها مش طبيعي، أصلا هي المراكب اللي في الصورة اللي فوقيها بس هنا مقربين عليها أكتر، نفس عدد الأشخاص بنفس الزوايا بتاعت أجسامهم، يعني حتى كل إفكت تحت مركب هو يعني مش متغير حتى من مركب للتاني، إن سطح المية حتى متغير من مركبة دي للمركبة دي، لأ هما واخدين كوبي بيس لنفس المركب بنفس الإفكت الهزازين اللي في المية اللي تحتيه ده مش متغير فيه أي حاجة، ولونه مش طبيعي أصلا، والإسوداد ده مش إسوداد دخان، يعني ده إسوداد مبنى مثلا أو حاجة صلبة جدا مش دخان. الأعلام بقى اللي ورا بالنسبة لكل الانفجارات اللي حصلت ورا دي كمية الدخان اللي موجودة استحالة إن الأعلام هتفضل زاهية والألوان بتاعتها زاهية كده، عمر ما العلم الأحمر والعلم الأخضر ده هيبقى بالنقاء اللي موجود ده بصراحة، فالصورة مش طبيعية خالص. أنا أصلا أول ما شفت الصورة طبعا شفتها على تويتر كل التعليقات كلها إن ده فوتوشوب سيء جدا، يعني صحافة مهمتها إن هي تجيب الحقيقة، مفيش حاجة اسمها صورة تعبيرية، ما فيش حاجة اسمها أجيب جزء من الحقيقة وأسيب باقي الحقيقة. التلاعب كان واضح تاتيانا، لكن ما كان رد صحيفة اليوم السابع؟ عبد الحكيم، لابد بداية من التوضيح بأن المناورات جرت فعلا ونقلتها القناة الأولى في التلفزيون المصري، وقد اتصلنا بصاحب مقال اليوم السابع السيد دندراوي الهواري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس التحرير في الصحيفة، وأوضح لنا أن الصور تلقتها اليوم السابع كما هي من إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، ولم تنشرها اليوم السابع وحدها بل نشرتها أيضا عدة صحف أخرى، وهذا صحيح عبد الحكيم، فقد نشرت صحيفة الأهرام المصرية والخليج الإماراتية بعضا من هذه الصور المفبركة. لكن عبد الحكيم، لنعد إلى صور التلفزيون المصري فهي تخبئ لنا مفاجأة.
إذا تمعنا في هذه المشاهد نرى قاربا مطاطيا يشبه إلى حد بعيد القارب الذي رأيناه يتكرر في الصور المفبركة، لا سيما مع هذا الجندي الواقف بوضعية تحاكي تماما ما رأيناه في الصور. وفي الختام أود دعوة المشاهدين والمستمعين الكرام إلى مراسلتنا على عنواننا المعتاد aswat@france24.com أو زيارة صفحة البرنامج على موقعي فيسبوك وتويتر للمشاركة وطرح الأفكار والمواضيع.